مشاهدينا الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه للتوصل باحدث الاخبار الوطنيه والدوليه فجر الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي عبد الرحيم منار سليمي تعليقا على خبر اعلان الجيش الجزائري على مقتل احد جنوده واصابه اثنين على الحدود مع المغرب عشيه اليوم الخميس مفاجأة كبيرة حينما كشف عن مخطط يقوده جنرالات الجزائر أسمها خطة توفيق مدينة نهجها في العشرية السوداء ذلك أنهم شرعوا في نقل التنظيمات الإرهابية نحو غرب الجزائر على الحدود مع المغرب ونفذوا اليوم أول عملية إرهابية ضد أفراد من جيشهما ووجهوا الاتهام للتنظيمات الإرهابية نفس مشهد التسعينيات الماضية يقول عبد الرحيم منار سليمية وأشار ذات المتحدث أن النظام الجزائري وصل لدرجة اليأس وبات يبحث عن الحرب الجزائر تحترق داخليا والكابرانات يريدون إشعال حرب في المنطقة يشير منار سليمي وأعقب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية الذي أعلن عن مقتل جندي وإصابة اثنين على الحدود مع المغرب عددا من ردود الفعل حيث قال أحد المتتبعين السيناريو العشرية السوداء هو الأقرب في ظل ما نراها اليوم حتى أن نفس من تسبب للجزائر في تلك المصيبة هم أنفسهم من يخططون اليوم لإعادة نفس المشهد مع محاولة افتعال مناوشات مع المغرب على غرار ما وقع في 63 و76 عن طريق دفع مرتزقتها للتهور أكثر ضد قواتنا المسلحة خاصة بعد صفعات الأمم المتحدة يقول المتحدث قبل أن يضيف الهروب من ورطة الداخل بافتعال حرب مصغرة على الحدود لإلهاء الشعب لكن سينقلب السحر على الساحر فهذا ما ينتظره الشعب الجزائري للخروج في ثوره تطيح بالجنرالات نشكركم على حسن المتابعه الى اللقاء